ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صفحة كاملة في جريدة الأهرام المصرية.
كان ده أول مطار وآخر مطار اتعمل في الأراضي الفلسطينية. فلما نزلت من الطيارة ذكروا اسمي، كان موجود ياسر عرفات، كان معايا وزير إعلام مصر صفوت الشريف، وزير التخطيط، ووزير الصحة إسماعيل سلام، وهو زميله ودفعتي. المهم إن إيه، إنه ياسر عرفات سلم عليا بصفيح مخدم الحوض لما ذكروا اسم الدكتور عبد اللطيف أبو وادي، لأن كان وزير الخارجية في هذا الوقت كان من أسرة أبو وادي. فأنا عايز أوصل لحالة مهمة جدا، إن الصراعات اللي موجودة بين الأديان لصناعة البشر وليست صناعة الأديان. الثلاث أديان، الدين المسيحي والدين اليهودي والدين الإسلامي، بيعبدوا رب واحد. والأديان الثلاثة، كلها لم تدعو إلى سفك الدماء أو قتل من يخالف الثلاثة. وكل ما يحدث من صراعات هي من صناعة البشر لتدمير القوة البشرية على سطح الكرة الأرضية. يعني أقدر أقول عليها صناعة الشر، سواء من جهة إلى أخرى أو من جهات متماسكة أو كده. أنا الرسالة الثانية اللي عايز أبلغها في كلامي، ودي مهمة جدا، إن قال المغاربة اللي هم بيهم اسم وقفية المغاربة اللي بيطلق عليها وقفية المغاربة، هي المغاربة دول هم البدائيين. لأن الشيخ أبو وادي لما رحل علشان يحافظ كوف صلاح الدين القيوبي خد مدين من بجاية. أنا بقول إن في بعض الجزائريين كانوا معاهم بقية المنطقة مناطق، لكن هو خد مدين موجودين كانوا عايشين معاه. فكل اللي كانوا موجودين زي ما تفضلت معاليك وقلت، ان اوقف هذا الوقت للجزائريين وللبدائيين اللي هو كانوا يمثلوا الغالبيه في صفوف ابو علي. يا معلش انا يمكن تفضلت شويه، لكن حبيت اقول هذا التعليق. شكرا.